بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بمحاضرة Introduction to the Limb. هذه المحاضرة راح تكون نظرة عامة للأبر ليمب وللور ليمب قبل لا نأخذ كل واحد منهم بشكل مفصل أكثر. فأول شيء نبدأ بكمبارزن ما بين الأبر ليمب واللور ليمب. فأتوقع أن السايز، الموبيليتي، الفونكشن، والسيجمنت، والبوني فريمورك هذه كلها واضحة، بس الفكرة هي في النمبر أوف كومبارتمنت. فعندك في الأبر ليمب وفي اللور ليمب عندنا شيء اسمه كومبارتمنت. تقدر تفكر مثلا في الرجل على أنها عضو مفرغ من الداخل، خلاص؟ وعندك شيء اسمه الانتراموسكولار سبتم اللي هو مجموعة من الكونكتيف تيشيو تدخل داخل الرجل المفرغة وتعمل عمل الحواجز، تقسمها إلى عدة أجزاء، بحيث مثلا أنه لو الانتراموسكولار سبتم جاء هنا يقسم لك الى posterior compartment و anterior compartment، ولو مر الانترامسكولار سبتوم من هنا يصير عندك anterior compartment، medial compartment و posterior compartment. فالانترامسكولار سبتوم تقسم الابر واللور limb من الداخل into different compartment. كل compartment في الابر واللور limb راح يحتوي على certain type of muscle، فكل compartment عنده certain type of muscle. فمثلا في الابر limb الانتيريور كومبارتمنت ماسل وين ذي كونتراكت يعطونك فلكشن، البوستيريور كومبارتمنت ماسل يعطونك في الابر ليمب وين ذي كونتراكت يعطونك اكستنشن، في اللور ليمب العكس، الانتيريور كومبارتمنت ماسل وين ذي كونتراكت يعطونك اكستنشن، لكن في البوستيريور كومبارتمنت ماسل في اللور ليمب وين ذي كونتراكت يعطونك فلكشن. هذه كقاعده عامه يعني. فعندك النمبر اوف كومبارتمنت بالنسبه للارم 2 كومبارتمنت، للفور ارم 3 كومبارتمنت، للهاند ما عندنا compartment، للثاي 2 compartment، ولللك 3 compartment، وللفوت ما عندنا compartment. البوزيشن اوف ذا هاليكس ان ذا اناتوميكال بوزيشن هنا في الابر ليمب راح يكون في الابر ليمب راح يكون لاترالي بليست، بينما في اللور ليمب راح يكون ميديالي بليست. هنا بس يقصدون ان الشخص اللي يوقف في الاناتوميكال بوزيشن الصحيح اللي هو هذا الثم في الهاند مفروض يكون لاترال على هذا الاتجاه، بينما الجريت تو في الليجز مفروض تكون ميديال على هذا الاتجاه. او عندك او شفنا البوزيشن اوف ذا فلكسور والبوزيشن اوف ذا اكستنسور، وعندك الكارينج انجل. الكارينج انجل شيء بريزنت في الابر ليمب لكنها نوت بريزنت ان ذا لوور ليمب او ابسنت في اللوور ليمب. فايش هي الكارينج انجل؟ فكره الكارينج انجل كانك ترسم محور من الهيومرس الموجوده في الار ومحور من الراديوس والألنا الموجودة في الفور آر. الزاوية اللي تتكون ما بين المحورين هذه نسميها الكارينج أنجل، والكارينج أنجل الطبيعية تكون شيء من 5 إلى 15 درجة. أي شيء أعلى من كذا أو أقل من كذا ممكن يكون دلالة على مرض. نبدأ بالأبر ليمب. الأبر ليمب كجنرال أناتومي عندنا الاسكابيولا، عندنا الهيومرس، عندنا الألنا اللي هو ميديالي، وعندنا الراديوس اللي هو راح يكون لاترال. في الهاند راح يكون عندنا الكاربلز، بعد الكاربلز راح يكون عندنا الميتا كاربلز، وبعد الميتا كاربلز راح يكون عندنا الفالنجيز. طيب نقدر نشوف الاسكابيولا هنا. الاسكابيولا نلاحظ انها posterior to the trunk وهي عبارة عن triangular shaped bone. الاسكابيولا عندها bony projection، ولا عندها زي البوني بروجكشن. هذه البوني بروجكشن نسميها الأكروميون. نلاحظ ان الأكروميون of the scapula articulate with the clavicle and give you the acromioclavicular joint، وبعدين الكلافيكل والarticulate with the sternum and give you the sternoclavicular joint. الاسترنوكلافيكولار joint مع الأكروميوكلافيكولار joint مع الشولدر joint، هذه الثري joint تقدر نسميها البكتورال جريدل ولا الشوردل جريدل. طيب بعدها عندنا الهيومرس. الهيومرس راح يكون البوني فريم وورك بالنسبة للأرم. الهيومرس راح يكون عنده شيء مميز واللي هي الديلتويد تبروسيتي. الديلتويد تبروسيتي هي زي الرف بروميننت سيرفيس الموجود على الهيومرس، بروفايد اتاتشمنت فور ذا ديلتويد ماسل. على البوستيريور سيرفيس اوف ذا هيومرس نقدر نلاحظ ان احنا عندنا زي الجروف، زي النزلة على تحت او زي التجويف على الداخل. هذا الجروف اسمه راديال جروف، وهو it provide a passage for the radial nerve to go downward. فهذا هو radial groove. Radial groove provide a passage for the radial nerve to go downward. فلو حطينا nervous system راح نلاحظ ان radial nerve موجود على radial groove. وهذه هي هذا الجنرال اناتومي للابر ليمب. طيب نبي نشوف الحين الفيشيا اوف ذا ابر ليمب. الفيشيا اوف ذا ابر ليمب هي اكشلي ا كونتينيويشن اوف ذا ثوراسيك فيشيا اللي هي احنا نسميها البكتورال فيشيا.
فلتلاحظ البكتورال فيشيا واضحة في هذه الصورة. البكتورال فيشيا تمتد وتطلع على الشولدر، ولما تطلع مثلا على الشولدر تطلع على الديلتويد مسل نسميها ديلتويد فيشيا، ولما مثلا تمتد وتروح للارم بيت يصير اسمها اكزيلري فيشيا، ولما تمتد وتنزل على الارم يصير اسمها بريكيال فيشيا، وهذه هي الفيشيا اوف ذا ابر لمب. حتى لما تمتد وتنزل على الفور ارم يصير اسمها انتي بريكيال فيشيا. فالفيشيا اوف ذا ابر لمب هي اكشلي ا كونتينيويشن اوف ذا بيكتورال فيشيا اور ذا ثوراسيك فيشيا، وعلى حسب المكان اللي تمتد عليه نعطيها اسم، ما بين بريكيال فيشيا، دلتويد فيشيا اند سو اون. فهذه هي الفيشيا اوف ذا ابر لمب. للابر لمب نفس الفكره، عندنا كومبارتمنت، فعندنا هذا الميديال سايد اوف ذا بادي وهذا اللاترال سايد اوف ذا بادي. فالانتراموسكولار سبتم اللي يمتد من الهيومرس الى اللاترال سايد اوف ذا بادي راح يكون لاترال انتراموسكولار سبتم، بينما الانتراموسكولار سبتم اللي يمتد الى الميديال سايد راح يكون ميديال انتراموسكولار سبتم، وراح يعطينا انتيرير كومبارتمنت وبوستيرير كومبارتمنت، وهذه الكومبارتمنت الموجوده في الارم يعني عند الهيومرس. طيب الانتراموسكولار سبتم هو مو بس مجموعه من الكونكتيف تيشو توجذر، داخل الكونكتيف تيشو اللي تكون الانتراموسكولار سبتم عندنا عده بلاد فيسلز، فين وارتري ونيرف ذات باس ثرو ذا انتراموسكولار سبتم. فمثلا في الارم لو اخذنا مثلا كروس سكشن من الارم، افترضنا ان احنا قطعنا اليد زي كذا واخذنا كروس سكشن واند وي لوك ات، راح نلاحظ ان هنا اللي هو الميديال انتراموسكولار سبتم الموجود في الارم راح يكون عندنا عده تراكيب، فعندنا البريكيال ارتري وعندنا الميديال نيرف وعندنا البيسليك فين وعندنا كمان الالنار نيرف، هذه كلها موجوده في الميديال انتراموسكولار سبتم. ولو شفنا اللاترال انتراموسكولار سبتم، ففي اللاترال انتراموسكولار سبتم برضو عندنا مجموعه من البلاد فيسلز والنيرف تمر خلال اللاترال انتراموسكولار سبتم. فمثلا اللاترال انتراموسكولار سبتم يحتوي على الراديال نيرف ويحتوي كمان على البوستيريور كيوتينيوس نيرف اوف ذا فور ار. نفس الصورة السابقة اللي هي الارم كومبارتمنت، هنا راح يكون عندك الفور ارم كومبارتمنت، ونفس الفكرة في الفور ارم كومبارتمنت راح يكون عندنا انتراموسكولار سبتم واللاترال والميديال انتراموسكولار سبتم، ويل سيبريت ذا فور ارم انتو ديفرنت كومبارتمنت انتيرير اند بوستيرير. الفكرة هنا انه لو مثلا افترضنا ان احنا جينا، نفترض ان معك سكينة وقاعدين احنا نقطع، مثلا قطعنا السكن، اول ما نقطع السكن تحتها راح نشوف الفيشيا. طيب لو مثلا قطعنا الفيشيا راح يقابلنا ايش؟ احنا قاعدين نقطع من الانتيرير كومبارتمنت، راح تقابلنا الانتيرير كومبارتمنت مسل. لو ازلنا الانتيرير كومبارتمنت مسل قبل لا نوصل للبوستيرير كومبارتمنت مسل راح يكون عندنا النيورو فاسكولار بندل اوف ذا فور ار اللي هي البلاد فيسلز والنيرف، راح نلاقيها ابف ذا ديب مسل كومبارتمنت، اند ذن وي كان فايند ذا ديب مسل كومبارتمنت. طيب هذه المره راح نشوف الهاند كومبارتمنت. لو نفترض ان احنا اخذنا كروس سكشن من الهاند عشان نشوف الكومبارتمنت الموجوده داخل الهاند، قبل لا نشوف الهاند كومبارتمنت في تركيبين مهمه ان احنا نعرفها. من التراكيب اللي مهم نعرفها في الهاند او عشان نفهم الهاند كومبارتمنت هو الاكستنسر ريتيناكيوليم. الاكستنسر ريتيناكيوليم راح تلاحظ انه يمشي بشكل دائري حوالين الهاند، يعني تقريبا كانه يغلف الهاند، فبشكل دائري حوالين الهاند راح يكون عندنا الاكستنسر ريتيناكيوليم. لو نرجع للصوره السابقه نلاحظ انه ديب تو ذا اكستنسر ريتيناكيوليم ولا تحت الاكستنسر ريتيناكيوليم عندنا الفلكسور ريتيناكيوليم. فالفلكسور ريتيناكيوليم ما يدور حوالين الهاند كلها لكنه محدد في جزء معين ويكون ديب تو ذا اكستنسور ريتيناكيوليم. الفلكسور ريتيناكيوليم نقدر نحدد الحواف حقته، فنقدر نلاحظ انه هنا متصل بوحده من الكاربل بون اللي هو الترابيزيوم، وهنا متصل بالهاميت كاربل. الهاميت كاربل نقدر نلاحظ ان عندها زي البوني بروجكشن نسميها الهوك اوف ذا هاميت اللي هي هذا الجزء البارز، هذا الهوك اوف ذا هاميت. ونلاحظ كمان طيب لاحظوا انه ما بين الفلكسور ريتيناكيوليم
وما بين الكاربل بون اللي موجودة تحت عندنا زي المساحة، تقدر تلاحظ إن في مساحة ما بين الفلكسور ريتيناكيلوم وما بين الكاربل بون الموجودة تحت. هذه المساحة مهمة جدا، لأن هذه المساحة تمثل شيء اسمه الكاربل تونل. خلال هذه المساحة اللي اسمها الكاربل تونل تمر خلالها عدة تراكيب تعد مهمة، يمر خلالها نيرف وتمر خلالها عدة مصل مهم إن إحنا نعرفها. فلو مثلا جينا نحدد البوردر اوف ذا كاربل تانل، يعني بحدد حدود الكاربل تانل، نقدر نلاحظ انه في السوبيريور سيرفيس، نقدر نلاحظ انه في السوبيريور سيرفيس ولا الروف راح يكون عندنا الفلكسور ريتيناكيولم، بينما في الانفيريور سيرفيس ولا الفلور راح تكون عندنا هذا الكاربل بون. فبما ان الثم لوكيتد هير فمعناته انه هذا اللاترال سيرفيس، وبما او هنا راح يكون الميديال سيرفيس. فراح نلاحظ انه في اللاترال سيرفيس راح يكون عندنا الترابيزيوم كاربل بون، وبينما في الميديال سيرفيس راح يكون عندنا الهاميت بون. فمهم ان احنا نعرف الكاربل. فنكمل مع الهاند كومبارتمنت. فاول شيء عشان نفهم الهاند كومبارتمنت نحدد الفلكسور ريتيناكيولم، فهذا هو الفلكسور ريتيناكيولم من الهوك اوف ذا هاميت ويمتد الى الترابيزيوم بون. والاكستنسور ريتيناكيولم، الاكستنسور ريتيناكيولم يمتد من الهوك اوف ذا هاميت، واخر شيء الاكستنسور ريتيناكيولم يتصل بالسكن. طيب قلنا الكاربل تانل راح يكون السوبيريور اسبيكت هو الفلكسور ريتيناكيولم، والانفيريور اسبيكت ولا الفلور راح تكون الكاربل بون الموجوده هنا، والميديال سيرفيس راح يكون الهاميت، واللاترال سيرفيس راح يكون الترابيزيوم. فهذا هو الكاربل تانل، وهذه التراكيب الموجوده داخل الكاربل تانل. فايش موجود داخل الكاربل تانل؟ عندك عده مصل موجوده داخل الكاربل تانل، عندك الفلكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس، الفلكسور ديجيتورم بروفوندس، عندك الفلكسور بوليسيس لونجس، وعندك الفلكسور كاربي رادياليس. واهم تركيب موجود داخل الكاربل تونل اللي هو الميديان نيرف. الميديان نيرف از لوكيتد ويذن ذا كاربل تونل. فلو مثلا افترضنا انه حصل اي شيء، حصلت انفلاميشن، حصلت انجري، وصار تيشيو سوولينج ان ذات اريا، التيشيو سوولينج راح يبدا يضغط على الكاربل تونل. فايش يصير لما يصير ضغط على الكاربل تونل؟ الكاربل تونل تحتوي على الميديان نيرف، واذا تتذكرون اخذنا من قبل ان الميديان نيرف يعطي كيوتينيوس سبلاي تو ذا هاند. فالميديان نيرف على البالمر فيو يعطيك السبلاي تو ذا ثم، يعطيك السبلاي تو ذا ميدل فينجر تو ذا اندوكس فينجر، وهاف اوف ذا وهاف اوف ذا رينج فينجر. بينما على الدورسال اسبيكت اوف ذا هاند الميديان نيرف يعطيك السنسوري سبلاي للتيب اوف ذا فينجر، بالنسبه للثم، بالنسبه للاندوكس فينجر، وهاف اوف ذا ميدل وهاف اوف ذا رينج فينجر والميدل فينجر از ويل. فلو مثلا صار بريشر على الكاربل تونل، وصار بريشر على الميديان نيرف، السنسيشن ان ذات اريا سبلايد باي ذا ميديان نيرف ممكن تحس ببين، ممكن تحس بتنجلينج سنسيشن ولا نمنس ولا ويكنس ولا ويكنس سنسيشن. طيب الباقيه هي بشكل عام البقيه الاشياء هي مجرد اناتومي. فمثلا هنا حددنا الاكستنسور ريتيناكيولم، نقدر نقول ان البيسالك فين، وكمان عندنا الراديا، او كمان عندنا السيفاليك فين، كل الاثنين تعد superficial to the extensor retinaculum. عندنا كمان cutaneous branch of the median nerve. Median nerve will give rise to a cutaneous branch. لكن cutaneous branch راح تكون superior ولا superficial to the flexor retinaculum. فهنا flexor retinaculum وهنا cutaneous branch superficial to the flexor retinaculum. عندك كمان البالمارس longus muscle تعد superficial to the flexor retinaculum. الألنار artery والألنار nerve كلهم superficial to the flexor retinaculum. لو حركنا هذه الحدود نقدر نشوف انهم كلهم superficial to the flexor retinaculum. تركيبين مهمة موجودة في شيء احنا نسميه anatomical sniff box. فالصورة الخارجية من هنا نقدر نشوف sniff box. sniff box هي هذه الاريا الموجودة هنا، هذه الاريا الموجودة هنا نسميها sniff box. التراكيب الموجودة في السنيف بوكس هم الراديال ارتري وكمان السيفاليك فين. فهنا في هذه المنطقة مفروض يكون عندنا الراديال ارتري، ومفروض كمان يكون عندنا السيفاليك فين. هذا الاناتوميكال سنيف بوكس. طيب هنا السنسوري سبلاي بالنسبة للسكين ان ذا ابر لمب. نبدأ اول شيء بالارم، نبدأ بالارم بالانتيريور كومبارتمنت. الارم في الانتيريور كومبارتمنت اللاترال سبلاي راح يكون عن طريق الاكسيلري نيرف، راح يعطيك اللاترال سبلاي الموجود هنا.
الارمال انتيرير كومبارتمنت الميديال سبلاي الموجود هنا راح يكون عن طريق الميديال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ارم. البوستيرير سبلاي بالنسبه للارم راح يكون عن طريق الراديال نيرف، فالراديال نيرف يعطيك البوستيرير سبلاي بالنسبه للارم. للفور ارم عندك السبلاي اللاترال سبلاي، الفور ارم انتيريرلي اللاترال سبلاي راح يكون عن طريق اللاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ماسكولو كيوتينيوس نيرف. هذه صوره اوضح للماسكولو كيوتينيوس نيرف. الماسكولو كيوتينيوس نيرف يمتد من الارم الى الفور ارم. هو ماسكولو كيوتينيوس لانه اصلا في الارم يعطي موتور سبلاي تو ذا ماسل، لكن بعد ما يتعدى الالبو جوينت ويدخل الفور ارم يعطي كيوتينيوس سبلاي ويبدا يعطي سنسوري سبلاي تو ذا ارم، يعطي سنسوري سبلاي تو ذا ارم تو ذا لاترال اسبكت. طيب في الفور ارم في الانتيرير اسبكت، في الميديال اسبكت الميديال كيوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم هو اللي راح يعطينا الميديال سبلاي، بينما في البوستيرير اسبكت اوف ذا فور ارم الراديال نيرف هو اللي راح يعطينا السبلاي تو ذا بوستيرير اسبكت اوف ذا فور ارم. بعدين عندنا عده نيرف، زي مثلا في الهاند عندنا النار نيرف والراديال نيرف والميديال نيرف، they supply the sense of the hand. طبعا different portion in the palmar arch in the palmar view و different portion في the dorsal view. للأبر لمب، طبعا الأبر لمب أناتومي إحنا أخذنا بشكل more comprehensive than this، أخذنا البلفيك بون وأخذنا الهيومرس وأخذنا كمان الفيومر بون معلش، وأخذنا كمان الراديو، أخذنا كمان الفيبيولا وأخذنا كمان التيبيا. طيب الفيشيا of the upper of the lower limb، الفيشيا of the lower limb is no different from the fascia of the upper limb. Both fascia are continuation of another fascia. فالفيشيا of the lower limb is continuation of the abdominal fascia, الكامبر والسكاربا fascia. فهذه الفيشيا of the abdomen الكنتينيويشن حقها راح تكون الفيشيا of the lower limb. فمن الفيشيا of the lower limb فالثاي بارت، في هذا البارت راح يكون عندنا الفاشا لاتي، هذا الجزء راح تكون الفاشا لاتي، ولاترالي في الثاي نقدر نشوف الاليوتيبيال تراك موجود هنا لوكيتد هنا، بينما الفاشا اللي نلاقيها في الليك اسمها الكرورال فاشا، هذه هي الكرورال فاشا هذا الجزء، وهذه الفاشا اوف ذا لور لمب. نفس الكلام ينطبق على اللور لمب، اللور لمب is separated into different compartment anterior and posterior compartment by the intramuscular septum. فعندنا هنا الثاي كومبارتمنت، عندنا اللاترال انترامسكولار سبتم، هذا اللاترال انترامسكولار سبتم، وهنا عندنا الميديال انترامسكولار سبتم، ونفس الفكره الانترامسكولار سبتم ممكن تحتوي بداخلها بلاد فيسلز اند نيرف. فمثلا في الميديال انترامسكولار سبتم عندنا السفينوس نيرف، عندنا الفيمورال ارتري والفيمورال فين از ويل. في الليج كومبارتمنت برضو عندنا الليج سيبريتد انتو ديفرنت كومبارتمنت باي ذا انترامسكولار سبتم، فعندنا البوستيرير انترامسكولار سبتم ذات سيبريت ذا لاترال كومبارتمنت فروم ذا بوستيرير كومبارتمنت، عندنا الانتيرير انترامسكولار سبتم ذات سيبريت ذا لاترال كومبارتمنت فروم ذا انتيرير كومبارتمنت. هنا طبعا مو انترامسكولار سبتم، هنا عندنا الانتروسيس ممبرين الموجود ما بين الفيبيولا والتيبيا، وهنا عندنا الترانسفير انترامسكولار سبتم. عندنا هذا كلها كل هذول المسل هم البوستيرير كومبارتمنت. الترانسفير انترامسكولار سبتم سيبريت ذا بوستيرير كومبارتمنت انتو ديب بوستيرير كومبارتمنت وسوبرفيشال بوستيرير كومبارتمنت. فالترانسفير انترامسكولار سبتم عندنا برضو عده تراكيب لوكيتد ويذن ذا ترانسفير انترامسكولار سبتم، فعندنا البوستيرير تيبيال فيسلز اند ذا تيبيال نيرف از ويل. طب احنا غطينا من قبل الانترا ممبرينيوس بون اوسيفيكيشن وكمان الاندوكوندرال بون اوسيفيكيشن. هنا بس الفكره ان احنا نشوف الابيفازيل بليت، الابيفازيل بليت موجود بس في التشيلدرن مو موجود في الادلت. الابيفازيل بليت هو مصنوع من الكارتلج، عشان كذا الاطفال قادرين على انهم ينمون وعلى انهم يزيدون في الطول، لان الكارتلج لوكيتد ويذن ذا بون اللي هو في الابيفازيل بليت از نوت اوسيفايد يت، فبالتالي يقدر يتكاثر ويقدر الاطفال يقدرون يزيدون في الطول او حجم العظم نفسه يزيد. فالابيفازيل بليت لانه اصلا مكون من كارتلج فهو سوفت تيشيو، الاكس راي كان اونلي ديتكت ذا كالسيفايد تيشيو، فعشان كذا الاكس راي تصور البون، لكن في المنطقه اللي يكون فيها ابيفازيل بليت لما يكون عندنا كارتلج تشوف منطقه سواد
كأنه شيء فارغ من جوا، لأن هذه soft tissue الإكس راي ما تقدر تلقطها وما تقدر تصورها. فهذا هو الإبيفازيل بليت. الطبيعي إنه نشوف الإبيفازيل بليت بس في الchildren. في الأدولت راح نلاحظ إنه الإبيفازيل بليت يختفي ويصير closure، ما عاد نشوف أي شيء على الإكس راي ونسميه الإبيفازيل لاين. طيب البرسا، البرسا فعليا زي الكوشن ولا زي البيلو، هي عبارة عن ساك الهدف منه إنه to prevent fraction. البرسا located everywhere in the body. Can be located between a muscle and the skin. Can be located between the bone and the skin. Can be located between a muscle and a bone. Can be located between even two bone. وعندنا different type of bursa. فعندنا مثلا synovial bursa. Synovial bursa هي عبارة عن ساك filled with synovial fluid. وهي the most prominent bursa in our body. عندنا adventitious bursa. الادفنتيشيوس برسا هي برسا does not originally exist in the body، يعني طبيعيا هي شيء مين موجود في الجسم، لكن مثلا due to the continuous friction والفريكشن ولا pressure in certain part of the body يصير development لهذه الادفنتيشيوس برسا. السبكيوتينيوس برسا طبعا من الاسم واضح انها under the skin، والسبماسكولار برسا راح تكون under the muscle or between a muscle and a bone. فعندنا فهنا موجودة synovial bursa اللي هي عبارة عن sac filled with synovial fluid. هنا الadventitious bursa، فيقولك الadventitious bursa occur in a soft tissue over bony prominence usually because of repeated pressure or sharing on certain area. هذا مثال على الadventitious bursa. البرسا located here هذه مي طبيعية في الجسم، يعني originally does not exist in the body لكن can be developed due to pressure. السبكيوتينيوس برسا مثال على السبكيوتينيوس برسا الإلكرانون بروسس الموجودة في الألنا عشان تكون الإلبو جوينت، في برسا تفصل ما بينها وما بين السكن، فهذا سبكيوتينيوس برسا. ومثال على السب ماسكولار برسا هي البرسا الجريت تروكانتر برسا اللي الجريت تروكانتريك برسا اللي هي لوكيتد ما بين الجريتر تروكانتر اوف ذا فيمر والجلوتس ماكسيمس ماسل. طيب الريتيناكيولم، ايش هي الفكرة من الريتيناكيولم؟ الريتيناكيولم هم عبارة عن fibrous bundle، هي شيء يشبه الحزام. الهدف من الريتيناكيولم انه مثلا لو عندك عدة مصل، كل هذه المصل يمدون التندن حقهم لـ a certain area of the skin، فيصير عندك مجموعة من التندن متقاربة من بعضها البعض، فكيف نضمن ان هذه التندن تبقى في مكانها او ما يبدون يتداخلون مع بعضهم البعض؟ هذا الفانكشن حق الريتيناكيولم، it exists over a group of tendon كأنها تحاول تثبتهم من انهم يتداخلون مع بعضهم البعض. فيقول لك ريتيناكيولم refer to any region of the body in which a tendon group form different muscle pass under one connective tissue band اللي هي الريتيناكيولم. عندنا الريست ريتيناكيولم include the flexor and the extensor ريتيناكيولم اللي شفناها، والانكر ريتيناكيولم عندنا البيرونيل ريتيناكيولم والفلكسور سبيريير اكستنسور اند انفيريير اكستنسور ريتيناكيولم از ويل. الساينوفيال شيث، الساينوفيال شيث اذا شيث هي تايب اوف برسا سراوندينج ا تندن بريزنت وير ذا تندن باسز. يوجوالي ذا تندن ويل باس فروم ا مسل، هنا مثلا مسل تو ا بون، فالتندن ويل كونكت ذا بون تو ذا مسل. Over the tendon that connect the muscle to the bone, you will have a synovial sheath. طيب، synovial sheath ما تغطي التندن بشكل كامل. لو تشوف شكل synovial sheath على التندن، تلاحظ إنها تتحرك بهذه الطريقة. الجزء الأخير ولا inferior part من التندن ما يكون مغطى synovial sheath. وهذا الجزء نسميه الميزو تندن. والجزء الميزو تندن لأنه هو الوحيد اللي ما تغطي synovial sheath هو the most susceptible for inflammation development وإنه يصير عندك tendinitis. آخر شيء هي the intrinsic muscle وال extrinsic muscle. The intrinsic muscle group of muscle attachment origin and insertion in the same region. وال extrinsic muscle يكون the muscle attachment origin or insertion in different region. فمثلا عندك مثال على ال intrinsic muscle هي thenar muscle. Thenar muscle هي أصلا group of three muscle all together. بس تلاحظ ان الاوريجن والانسرشن حقهم in the same area، يعني they originate from the hand and they insert into the hand، فهما intrinsic muscle. بينما لو كان الاوريجن والانسرشن into different area of the body هذه تعد extrinsic muscle.